تعتبر نسبة السكر الطبيعية على الريق من أكثر الأشياء التي تربك العديد من الأشخاص، سواء كانوا من مرضى السكر أو غير مرضى. لذلك نجد أنه عندما يصوم الشخص من 8 إلى 12 ساعة طوال الليل، وهي الفترة الطبيعية لنسبة نوم الإنسان، تكون مستويات السكر في الدم الطبيعية في الصباح منخفضة. في هذا الفيديو نتعرف على نسبة السكر الطبيعي على الريق لجميع الأشخاص سواء مرضى السكري أو غيرهم. يستخدم فحص السكر على الريق بهدف تشخيص مرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري. أما طريقة إجراء هذا الفحص، فتأخذ عينة دم في الصباح الباكر على الريق، وذلك بعد الصيام لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات، حيث إن الماء فقط هو المسموح تناوله خلال تلك الفترة، وتكون النتائج كالتالي: أولاً، يعتبر مستوى السكر طبيعي إذا كانت نتيجة الفحص أقل من 100 ميلي جرام لكل ديسيلتر، أي ما يعادل 5.6 ميلي مول لكل لتر. ثانياً، إذا كان مستوى السكر يتراوح بين 100 إلى 125 ميلي جرام لكل ديسيلتر، أي ما يعادل 5.6 إلى 6.9 ميلي مول لكل لتر، فإن ذلك يدل على أن الشخص في مرحلة ما قبل مرض السكري. ثالثاً، إذا كانت نتيجة القراءة 125 ميلي جرام لكل ديسيلتر أو أكثر، أي ما يعادل 7 ميلي مول لكل لتر أو أكثر، فهذا يعني أن الشخص مصاب بمرض السكري. وللحد من ارتفاع نسبة السكر للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، فعليهم الالتزام بتناول جرعات الأنسولين في مواعيدها، كما يجب الالتزام بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والتوقف عن تناول الحلوى والأطعمة السريعة. تستطيع القيام بعمل أي نوع من الاختيارات المتعلقة بنسبة الدم والجلوكوز في المنزل ودون الحاجة إلى مغادرة البيت، ولكن يجب علينا أن ننبه أن هذه الاختبارات تكون غير عملية، ولكنها تساعد على أن تكون على علم بأن معدلات السكر أو الجلوكوز في جسدك غير طبيعية. ويمكنك القيام بهذه الاختيارات في المنزل من خلال العديد من الأجهزة الحديثة التي أصبحت موجودة بشكل طبيعي في العديد من المنازل أو الصيدليات للبيع. في النهاية، يوجد العديد من عوامل الخطر التي تزيد احتمالية الإصابة بمرض السكري، ومن أبرزها العمر، حيث يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مع تقدم العمر. ويمكن تفسير ذلك بأن نشاط الأشخاص يقل وأوزانهم تزداد مع تقدمهم في العمر. لذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية والعمل على اتباع حمية غذائية مناسبة له دور في الوقاية من الإصابة بهذا المرض.